Vidal إلى بويول، نقلة خاطئة من بويول، كريستيانو رونالدو محاط باثنين يحاول يتخلص من الاثنين، سريع مهاري تقدم وتخلص ولعب له حولها الكرة جهة هيجوين، الخطورة منبع الخطورة هو كريستيانو رونالدو، حاول فكرته صح فكرته صح، حاول انه هو ينقل الكرة الى هيجوين ولكن ايضا اصطدت من المدافع، وبالتالي والله شكل الجول قادم، شكل الجول قادم، شكل الجول قادم الان، كرة برشلونة الجول قادم، نعم جول جول ابراهيموفيتش، هي اول لقطة، هي اول لقطة، هي مباشرة الجول، الجول اصبح قادم، غيم الغيم مع ان ما في غيم الحين لكن غيم المباراة غيم، وبالتالي ابراهيموفيتش في الكلاسيكو الاول يسجل الهدف الشخصي الثامن له في الليغا. لكن لاحظ معاي متبادلة كلاسيكية في الكلاسيكو تصل في الاخير الى ابراهيموفيتش بقدمه اليسرى يسجل الهدف الاول، هي المباراة كانت توحي ان في هدف قادم، ياتي الهدف القادم الان باقدام ابراهيموفيتش يسجل في الكلاسيكو الاول الهدف الاول بفرحة طبعا غوارديولا والانصار وعشرات الالاف الان التي تهتف للبرشا.